السلام عليكم. من جديد تعود التظاهرات إلى إيران بشكل يرى محللون ومراقبون أن هذه الموجة من حركة الشارع التي جاءت عقب قتل ناشطة إيرانية تدعى مهسا أميني في معتقلات شرطة الآداب بسبب طريقة لباسها غير المناسبة، يرى مراقبون أنها أعمق من سابقاتها وأشد رمزية. السبب الذي اعتقلت من أجله أميني وقتلت بحسب التقارير الدولية أثار حفيظة شريحة كبيرة من الإيرانيات اللواتي خرجنا في تظاهرات خلعنا فيها الحجاب وهتفنا ضد المستبد في إشارة إلى المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي. تتحدث تقارير عن سقوط نحو 80 قتيلا من المتظاهرين حتى الآن برصاص قوات الأمن في مواجهات شهدت هجمات على مراكز الشرطة وإحراق عدد من المركبات العسكرية ومركز تابع لقوات البسيج. هذه الحرائق التي تخللت التظاهرات ردت عليها السلطات الإيرانية بتدشين محطة إطفاء نسائية للمرة الأولى في تاريخ البلاد. وفي موازاة ذلك قصفت إيران مناطق تتمركز فيها جماعات كردية مسلحة معارضة في كردستان العراق. ثمة من يرى في خطوتي محطة الإطفاء النسائية وقصف شمالي العراق خطة إيرانية عاجلة أرادت بالأولى امتصاص شيء من غضب الشارع وبالثانية تصدير أزمتها إلى الخارج وصرف الأنظار عن الاضطرابات الراهنة. فهل هذا مؤشر على انحناءة لدى النخبة الإيرانية الحاكمة؟ تظاهر الإيرانيين وأبعاده هو ما تبحثه هذه الحلقة من برنامج حديث العرب. أهلا بكم. ليست كسابقاتها من التظاهرات في إيران، على الرغم من أنها قد تنتهي كسابقاتها إلى سيطرة النظام عليها عبر استخدام المزيد من أدوات القمع والقتل الذي تجيده قواته وتبرع في تنفيذه، ليس ضد الإيرانيين وحدهم بل وكذلك ضد كل مناوئي النفوذ الإيراني في سوريا ولبنان والعراق واليمن. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تقرير لها رأت أن ثمة ما يميز الاحتجاجات هذه المرة، إذ أن موت فتاة على أيدي ما تسمى بشرطة الأخلاق في إيران كان كفيلاً بتوفير الحافز لانطلاق شرارة التظاهرات في عشرات المدن الإيرانية، على الرغم من التراجع الاقتصادي وارتفاع وتيرة القمع ضد المعارضين للنظام، ما أدى إلى زيادة نظرة مستقبلية متشائمة لدى الكثيرين، مثلت بيئة خصبة لتنامي الشعور بالغضب لدى الإيرانيين في انتظار الشرارة التي مثلها مقتل الشابة مهسا أميني لتشتعل الشوارع بالتظاهرات. وبحسب تقارير صحفية عديدة فإن التظاهرات الحالية في إيران هي الأكثر قوة وخطورة وجرأة والأكثر حدة من سابقاتها خلال العقد الأخير، ما يطرح المقابلة المنطقية بين مرض المرشد علي خامنئي واشتداد عود التظاهرات، بما يرسم صورة أكثر وضوحاً لتراكمات ثورية قد تصنع فارقاً حقيقياً في المستقبل إذا استمر تراكمها مجتمعياً. ورغم أن النظام الإيراني يواجه التظاهرات بعنف مفرط أسفر حتى اليوم عن عشرات القتلى ومئات الجرحى وآلاف المعتقلين، إلا أن واقع الحال يؤكد تراجع قوته نسبياً بفعل العقوبات الدولية وبسبب انشغاله بإدارة أزمات سياسية وأمنية تسبب هو فيها داخلياً وخارجياً، ما يدعم وجهة النظر القائلة بأن استمرار التراكم الثوري يقابله استمرار تراجع قوة نظام طهران، يعني أن ثمة نقطة حرجة تلتقي فيها قوة الشارع بضعف النظام، وهنا قد تكون تلك اللحظة الفاصلة. للحديث عن موضوع الحلقة ينضم إلينا في الاستوديو مع حفظ الألقاب طبعا نور جمعة، نور محمد جمعة، الخبير بالشأن الإيراني، وعبر سكايب من العاصمة البريطانية لندن جعفر الهاشمي الباحث في شؤون الشرق الأوسط، وعبر سكايب أيضا من تونس الخضراء عباس الكعبي الكاتب الصحفي. أهلا بالضيوف الكرام جميعا، وعلى قاعدة الأقربون أولى بالمعروف نبدأ معك أستاذ نور. الآن يعني في السنين الأربع الأخيرة كثرت التظاهرات في إيران، تظاهرات أواخر عام 2018 ومطلع عام 2019، ثم في أواخر عام 2019 مظاهرات الأحواز التي كانت ذات رمزية عالية وقتل فيها عدد كبير واستمرت أياما عديدة.
حتى أن هنا السلطات الإيرانية أحرقت عددا من المتظاهرين الأحوازيين العرب أحياء، ثم بعد ذلك جاءت تظاهرات عام 2022 بسبب ارتفاع أسعار البترول إلى آخره. هذه التظاهرات هل ثمت فيها شيء جديد على صعيد طبيعتها وعلى صعيد ردات فعل الشارع؟ أولا، هاي موجة التظاهرات تعود إلى تقريبا 13 عام سابق، لكن في إيران كانت معظم التظاهرات في المركز وفي الشعب الفارسي على وجه الأخص. كانت الأقليات في بعيدا عن الاهتمام، ثم فيه انسجام كبير بين الشعب الإيراني سواء بكل اتجاهاتها العلمانية والمذهبية وكذا في الحفاظ على رمزية الدولة، وبالتالي تهميش الأقليات. فأي حركة في الأحواز أو في كردستان أو في بلوشستان كانت تعتبر حركة انفصالية، وبالتالي ما كانت تأخذ اهتماما في الشارع الإيراني الكبير. في الآونة الأخيرة وفي السنوات الأخيرة صارت للأحواز رمزية خاصة، مع أنهم عرب، مع أن الموجة الانفصالية والنبرة فيها قوية، مع ذلك بدأ طهران وأصفهان والمدن الكبيرة الشعب الإيراني كوجه تهتم بها وترافقها. عفوا أستاذ نور، سنعود إلى هذه بعد قليل، لكن أنا يهمني كثيرا أن نعرف ما الجديد في هذه التظاهرات، لأن هناك حديثا عن نوعية هذه التظاهرات، لو نفهم منك. الجديد فيها أنه أولا أنه الشعب بدأ يهتم بالأقليات وتعتبرها جزء من المركز. النقطة الثانية أنه الزمن يرافق الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وبالتالي والدعم الإيراني الكبير لوقفة الإيراني المضطر مع الروس، يعني إيران مع الروس مرغما مهما كانت الظروف. طبيعة هذا الإرغام، طبيعة الإرغام أن في داخل إيران هناك تواجد الروسي كبير، تواجد الأوروبي كبير، وتواجد فيه تنافس أوروبي أمريكي روسي صيني في داخل الإيراني، والروس أخذ حصة الأسد في الإيران. طيب، هاي نقطة الثالثة. النقطة الثالثة اللي هي نقطة غير إيجابية فيها أنها خرجت من مطالبات عامة الشعب اللي هي الفقر والبطالة والوضع الاقتصادي المزري جدا، واتخذت نوع من إهانة للمقدسات. هذه النقطة التي تضعف هذه المظاهرات والاحتجاجات عن مثيلاتها السابقة، وتعطيها ضخم أكبر أضعف، وبالتالي يعني نجاحها تكون أكبر مما أصغر مما كان. طيب، أنا أستأذن منك لأذهب إلى تونس لأسأل الأستاذ عباس الكعبي. لو سمحت أستاذ عباس، يعني كمراقب يعني حقيقة دقيق، وقد استضفتك مرارا في هذا البرنامج ومراقب حصيف لما يجري في إيران، هل يحتج الإيرانيون اليوم على مقتل فتاة من البنات الإيرانيات بطريقة قيلت إنها وحشية لسبب قيل إنه تافه، أم يحتجون على أوضاع اقتصادية متردية، أم أن الاحتجاج في حقيقته على منظومة حكم تدفع بالإيرانيين بإيران ومقدراتها والإيرانيين إلى التورط في أزمات إقليمية ودولية الإيرانيون يرون أنفسهم في غنى عنها، أم ثمة سبب خفي في رأس الإيرانيين يتظاهرون من أجله في رأيك؟ تحياتي لكم أستاذ جهاد ومساء الخير، وشكرا لتقديمكم. الأسباب هي كثيرة، والاستثناءات أيضا هي عديدة من حيث التوقيت ومن حيث الكيف والكم والنوع والتطور النوعي في الهتاف وفي طريقة التظاهر حتى، وتطوير المتظاهرين والمنتفضين لأساليبهم في الردود ولضمان استمرارية هذه موجة الاحتجاجات أو المظاهرات. فالأسباب هي عديدة. الأسباب أولا تأتي من التراكمات لعشرات السنين من الظلم والقمع والاستبداد والقهر والاضطهاد والإعدامات والاعتقالات في صفوف كل الناشطين من أبناء المعارضة، سواء كانت هذه المعارضة الفارسية أو المقاومة التي تعود للشعوب غير الفارسية ضمن ما تسمى بجغرافية إيران، كالأحوازيين والأذربيجانيين والبلوش والأكراد والتركمان والقشقون والجيلك والقزوينيين وهكذا، أو الكاسبيان وغيرهم من الأقليات والقوميات وحتى الأقليات الدينية المضطهدة. فأولا الاضطهاد الذي يتقاسمه الجميع، يعني الشعوب ضمن هذه الجغرافية. ثانيا تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والتضخم المستمر
والمطرد للتومان، أي العملة الموجودة ضمن هذه الجغرافيا، وغالبا ما يمنح النظام هذا الكثير من الوعود للشعوب هذه بأنه سيتحسن الوضع، وبمجرد النجاح وتحقيق مكسب في المفاوضات النووية ووصول هذه المفاوضات النووية إلى مرحلة الانسداد، فخلقت حالة من اليأس الشديد والكبير لدى الشارع بشكل عام ولدى كافة هذه الشعوب. التضخم مستمر، البطالة مستمرة، الفقر مستمر، وهناك من هم تحت خط الفقر، وتردي الأوضاع المعيشية بشكل عام، وحالة اليأس والإحباط والانسداد بشكل عام. هذه نقطة أخرى. النقطة الثالثة أيضا يأتي ذلك تقريبا بالتزامن مع منح مجتبى نجل علي خامنئي رأس النظام الإرهابي هذا منح صفة درجة آية الله، وهذه مرتبة كبيرة جدا، ورأى الكثيرون بأن هذه الدرجة منح هذه الدرجة تأتي تمهيدا لتنصيب مجتبى منصب آية الله في مكانة أبيه خامنئي، وهذه زادت من حالة الإحباط واليأس بالنسبة إلى الشارع بشكل عام، الذي رأى بأن هذا يعني بأننا سنتحمل هذا النظام لعشرات السنين حتى أن ينتهي عمر مجتبى، ويعلم الله من الذي سيأتي من بعده. هذه من ناحية بالنسبة إلى الشارع، بالنسبة إلى رجال المذهبيين دعنا نقول، أيضا وجدت حالة استياء كبيرة بالنسبة لهم، يعني لأنهم هل أفهم من كلامك أستاذ عباس، معذرة، هل أفهم من كلامك يعني ضمنا أن هناك فريقا من الطبقة، من طبقة المعممين، من طبقة المتدينين الإيرانيين، لها دور بشكل أو بآخر في تحريك الشارع في إطار عملية تنافسية ضمن الطبقة الحاكمة؟ قد لا نستطيع نكران ذلك، لأن هذا التنافس وهذا الصراع موجود، غير الصراع بين الأجنحة السياسية والأجنحة الحاكمة والأسر الحاكمة أيضا. ولا ننسى أيضا بأن مقتل هاشمي رفسنجاني الرئيس الإيراني الأسبق على يد خامنئي هذا متعارف عليه من قبل الكثير من المصادر المعارضة، وحتى بعض المصادر القريبة من المصادر الرسمية أو الجهات الرسمية أكدت هذا الشيء، وكل التكهنات والتحليلات تدفع بهذا الاتجاه. فلا شك بأن رفسنجاني له حلفاء وله مؤيدين وله أنصار وله أصدقاء وغير ذلك. إذن هناك يعني مجموعة أو ثلة من بين رجال المذهب يعني الذين يستنكرون حكم خامنئي وهم غير راضون عليه من ناحية، من ناحية أخرى لا يرون في مجتبى بأنه يرتقي إلى هذا المستوى وإلى هذه المرتبة وإلى هذه الدرجة، فهو غير مؤهل لها من الناحية العلمية كما يرون أو الحوزوية كما يرون. أيضا حالة استياء بالنسبة لرجالات السياسة بشكل عام والأحزاب وغير ذلك، لأنها ترى في مثل هذا القرار أو الخطوة أمر يكون مخالفا للدستور، وهذا يعني توريث منصب ولاية الفقيه خلافا للدستور الإيراني الذي ينص على أن مجلس خبراء القيادة هو الذي يجب أن يعين منصب ولي الفقيه. طيب أتحول إلى لندن. أستاذ جعفر، سمعنا الأستاذ عباس يتحدث عن قضية عن ما يمكن أن يقال عنه تصدع في بنية النظام، أو دعنا نكون أكثر واقعية، هناك تنافس عميق في بنية النظام بين النخبة الحاكمة، بين الطبقة المهيمنة على نظام الحكم في إيران. هل هذا برأيك، إذا ما افترضنا أنه دقيق، هل هذا ما يفسر جرأة الشارع الإيراني في التظاهر وتكرار المظاهرات وامتدادها أفقيا وعموديا، عموديا على مستوى النخب وأفقيا على مستوى المدن؟ اليوم نتحدث عن نحو أكثر من مدينة إيرانية تتظاهر في طول البلاد وعرضها في جهاتها الأربعة. هل وجود تصدع أو خلافات عميقة في الطبقة الحاكمة هو ما يفسر هذه الجرأة، أم أن لديك قراءة أخرى؟ بداية تحية طيبة لك والمشاهدين الكرام ولضيوفك الأعزاء. أهلا وسهلا. ربما يكون هذا هو فاعل أيضا مؤثر في تحريك الشارع، ولكنما أنا أرى أن هناك، ولست أنا فحسب، وإنما كثير من الخبراء والمراقبين وعلماء الاجتماع في إيران يرون بأن هناك ثمة هوة واسعة وشرخ كبير حصل بين المجتمع برمته وبين النظام طيلة هذه الأربعة عقود، ومنذ أن انطلقت الثورة في إيران على ركيزة موضوع يعني هناك أربعة هتافات أو شعارات كانت ترفعها، أو أربعة أهداف، وهو
الاستقلال والحرية والجمهورية والإسلامية. اليوم المجتمع حينما ينظر إلى هذه الأهداف يرى بأن النظام في إيران لن يحقق هذه الأهداف، ليس أنه لن يحقق هذه الأهداف بحسب، بل إنما عمل على نقيضها بشكل دقيق. ولذلك منذ انطلاق الثورة أو بعد نجاح الثورة حتى الآن دائرة السلطة في إيران كانت تتضيق، وفي المقابل دائرة المخالفة والمجتمع الذي كان يتناقض مع هذه السلطة كان يتوسع، حتى وصلنا إلى نقطة نحن الآن أمام أجيال حديثة من الشباب فقدت أي نوع من العلاقة والصلة بينها وبين السلطة، بينما السلطة في إيران لا زالت هي محصورة في خطاب سياسي ضيق لا يستطيع حتى أن يتفاهم أو يتحاور مع هذه الأجيال من الشباب التي حتى تخلت عن مجتمعاتها نتيجة الحصار المفروض عليها، وهي لديها هواء يختلف تماما عن السلطة. ولذلك هناك شرخ جدا كبير على المستوى البنيوي للخطاب السياسي، ناهيك عن الممارسات وأن نحن أمام سلطة هي فاشلة في تحقيق أي مطالب إلى المجتمع. فقط ننبه على هذه النقطة، في إيران ووفق الإحصاءات القائمة والموجودة هناك 10% فقط يتمتعون بثروة مقابل 90%، وواحد بالمئة من هؤلاء 10% الذين هم مقربين عن السلطة لديهم ما يوازي أكثر من 99% من الممتلكات والثروة التي لدى المجتمع. وبناء على ذلك نحن نرى أن هناك تكدس للثروة لصالح العصابة المحيطة بالرأس الدكتاتور في إيران، وهناك دائرة جدا ضيقة هي التي تقبض على مقاليد السلطة والثروة والمال دون أن تتراجع حتى خطوة واحدة إلى الخلف، ناهيك عن أنه في إيران وفي نظامه السياسي كل شيء مسيس، وبالنتيجة أنه من ينتقد النظام ومن يطالب بأدنى مطالبات سواء كانت مطالبات قومية أو مهنية أو أنها قضايا تتعلق في الحريات الاجتماعية هو تبقى مطالباته مسيسة، وبالنتيجة يرفض من قبل النظام ويعرف على أنه مطالباته أمنية وسياسية. ولذلك نحن الآن وصلنا إلى نقطة بأنه كل هذه التراكمات أوصلت الشارع الإيراني لقناعة بأنه هذا النظام لم يعد نظاما صالحا وغير قابل للإصلاح وينبغي تغييره بأي شكل من الأشكال، ولذلك هم يستغلون أي ثغرة من أجل التعبير عن هذه الإرادة وهذه الممارسة من أجل تغيير النظام. فكرة التراكمات التي تحدثت عنها دعني أستعيرها منك لأبني عليها سؤالي للأستاذ نور، هل المتظاهرون خرجوا بشكل انفعالي غاضب على حادث مقتل فتاة في مركز شرطة الآداب، أم أن تراكم التظاهرات على مدى السنين السابقة ولد خبرة ونضجا لدى الشارع الإيراني بحيث أن يمكن أن نقول أن هناك إدارة تنظم هذا التظاهر الآن؟ أن نزعم أن هناك إدارة أو جهات تنظم لا أعتقد كثيرا، لكن إلى حد كبير أصبح الناس ينظمون أنفسهم، صارت لهم خبرة متراكمة من تظاهرات واحتجاجات سابقة، ثم دخلت فيها الجامعات بشكل قوي، ثم كان في الفترة الماضية هناك مهنيين المعلمين الأطباء النقابات مختلفة كانت تخرج في التظاهرات، فمع التكرار صارت الشعب لها يعني يمتلك جزء كبير من التجارب. هذه المرة الهجوم على مراكز الشرطة، الهجوم على الشرطة ثم القتلى، سقوط أحياء في مدن في كردستان العراق، سقوط أحياء ثم سقوط أعداد كبيرة من البسيج، عناصر البسيج، قتلى وجرحى، هاي كلها يعطيك مبشر على أنه الناس بدأوا يأخذوا يعني تجارب أو يمتلكوا تجارب. والخطوة اللاحقة التي يدعو إليها الثوريين في إيران تسليح الشعب ودعوة الشعب إلى الهجوم على مراكز السلاح وتسليح الشعب، إذا امتلك الشعب الإيراني السلاح عند ذلك نحن نستبشر بثورة
كبيرة في داخل ونجاح هذه المظاهرات. لكن هل هذا تسلح الشعب الإيراني، هل هذا في صالح أي تغيير محتمل يريده الإيرانيون؟ ليس أمام الإيرانيين إلا هذا، لأن لا المجتمع الدولي، لا الغرب، لا الأمريكان ولا الروس يسمحون بتغيير هذا النظام الحاكم. فالشعب الإيراني ليس أمامها إلا السلاح وإلا الدخول في معترك شديد وخوض تجربة أشبه ما يكون بتجربة العراق. نعم. لإحداث أي تغيير في إيران. إذن الشارع الإيراني يغلي والاضطرابات تضرب عصاها في كل واد وحين في إيران. ماذا يريد المتظاهرون من وراء خروجهم إلى الشارع؟ هو ما نبحثه بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. مشاهدينا الكرام في الوطن العربي، يمكنكم متابعة بثنا على مدار القمر نايل سات على التردد 10727 الاستقطاب أفقي. كما يمكن لمشاهدينا في الأناضول والقارة الأوروبية استقبال بثنا على القمر تركسات 3A على التردد 12729 الاستقطاب عمودي. أسعدكم الله، هذه عودة للحديث عن غليان الشارع الإيراني وتظاهراته ضد النظام السياسي. سريعا أذهب إلى تونس. أستاذ عباس، في محاولة لفهم هذه التظاهرات بشكل أعمق ووضع المشاهد العربي في حقيقة ما يجري الآن في المدن الإيرانية، ربما نحتاج إلى تفسير تطور سياق الأحداث السياسية والمجتمعية في الداخل الإيراني. أي مسار أو منحنى أخذته هذه الأحداث وتطوراتها على الصعيد السياسي والمجتمعي في الداخل الإيراني؟ نعم، أولا الحدث يبدو مختلفا عن سائر الأحداث السابقة، كون الضحية هي فتاة، وهذه يعني كثيرا ما وجدت التعاطف الشعبي والعالمي ومن قبل الشعوب غير الفارسية ضمن هذه الجغرافيا الذين أشرت إليهم، الأحوازين، الأذربيجانيين، الأكراد، البلوش وحتى الفرس أنفسهم. فمن هذه الناحية الحدث يختلف ربما عن الأحداث السابقة، ووجد تعاطف بدرجة أكثر، ومنظمات المجتمع المدني والفنانين والسينمائيين وغيرهم. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، والذي يبين مدى يعني درجة حالة الغبن والاحتقان، هي الشعارات التي أطلقت منذ بداية موجة الاحتجاجات. على سبيل المثال: ويل لكم من اليوم الذي نحمل فيه السلاح، أو أقتل من قتل شقيقتي، أو عار علينا أحمق يحكمنا، وحرق رموز النظام كخامنئي وقاسم سليماني في طهران. وكل هذه الأمور تحدث لأول مرة، وهذا ينذر مثل هذه يعني توخي أو استخدام لغة القتل والعنف أيضا، يعني حتى من قبل المتظاهرين دون استعمالها ولكن مجرد كشعارات، فهذه توحي باندلاع قد تكون الثورة يعني مقبلة، تكون شرسة جدا. لذلك النظام يتعامل معها هذه موجة الانتفاضات يعني هذه بحذر شديد. ثم أرهقت عناصر النظام نظرا لكثرة المدن والمحافظات وفقا للتقسيم الجغرافي الموجود، يعني 31 محافظة كلها ثائرة تقريبا بوجه النظام، رغم أنه ظاهريا تبدو هناك يعني بالوقت الراهن هناك هدف واحد، مما يجعل هذه المظاهرات أو الاحتجاجات تسير نحو استراتيجية واضحة، وهي الهدف الواحد هو إسقاط النظام. يعني هذا على الأقل الهدف الذي يجمع كل المتظاهرين، وهو رفع الظلم والاضطهاد والاستبداد وغير ذلك. فكل هذه الأمور تبدو وكأنها تحدث للمرة الأولى في هذه ضمن هذه الجغرافيا، فالاستثناءات هي كثيرة. لذلك حتى العديد من منظمات المجتمع المدني داخليا وخارجيا وجدت أنفسها مضطرة. هناك العديد من الأصوات، الفنانين والرياضيين، لعيبة كرة القدم أيضا، وجدوا نفسهم مضطرين ولأول مرة يضمون صوتهم إلى صوت المنتفضين والمتظاهرين. لذلك الحدث يبدو كبير
الحدث مختلف عن الأحداث السابقة، فقط كل ما يحتاج هذا الأمر إلى وجود حاضنة، حاضنة حقوقية وحاضنة سياسية دولية. يعني من كلامك أن هذه التظاهرات هي أعمق حضورا في المجتمع الإيراني اليوم؟ لا شك هي أعمق وتلتف أكثر من سابقاتها حول الهدف الواحد. طيب، وتبدو لها استراتيجية واحدة. طيب لو ذهبنا إلى لندن أستاذ جعفر، بحسب الشعارات والهتافات التي رفعت ورددت في الشارع الإيراني، وبحسب المنشأ الجغرافي الذي انطلقت منه هذه التظاهرات وهو أقليم كردستان إيران، ثم بحسب الشريحة التي تولت زمام هذه التظاهرات في بعض الأحيان مثل النساء اللواتي خلعن الحجاب في رمزية بالغة التعقيد في مشهد في دولة مثل إيران، أي صوت هو الأعلى في التظاهرات الإيرانية اليوم أو بحسب المطالب المتظاهرين، الصوت السياسي أم الاقتصادي أم الأيديولوجي الثقافي؟ طبعا أنا لا أتفق مع أنه هذه المظاهرات كانت أوسع وأعمق من سابقاتها، ليس كذلك؟ لأنه على أقل التقديرات في المظاهرة السابقة قتل أكثر من 1500 متظاهر، وحتى روحاني أقر بأنه كنا على وشك أن يسقط النظام ذلك الوقت، ورأينا حتى الحرس الثوري تدخل، هذه المرة لن يتدخل الحرس الثوري، ولكنما تسليط الأضواء على هذه المظاهرات يتزامن مع أحداث وتطورات إقليمية ودولية في غاية الأهمية، وهي موضوع انحياز إيران إلى روسيا، وأيضا موضوع الاتفاق النووي الذي دفع بالأطراف الغربية ومؤسسات الإعلام أن تركز كثيرا على هذه المظاهرات، ناهيك عن أنه بتصور أنه الشرائح الاجتماعية التي انطلقت في المظاهرات السابقة كانت أكثر تنوعا، وخطابها وهتافاتها كانت أكثر تنوع. الحجاب لن يعد هناك يعني أولوية قائمة لكل الشرائح الاجتماعية في داخل المجتمعات أو الشعوب التي تعيش في إيران، وإنما يوصف على أنه خطاب أو مطالبات للطبقة المرفهة في المجتمع، ولذلك لم يعد وهناك انقسام. أستاذ جعفر على أهمية ما تقوله، لكن عندما يخرجنا النساء في إيران في مظاهرات حاشدة ويخلعن الحجاب ويشتمن المرشد الإيراني الأعلى ويصفنه بأنه المستبد وأنه يجب أن يقتل وأن يخرج من السلطة إلى آخره، في بلد يتبنى المقاربة الدينية، في بلد ثيوقراطي ديني يحكم باسم الدين، ألا يعني أن هناك صدعا في بنية المجتمع الإيراني، صدعا يتوزع على جانبيه، فريق يطالب بالدين وفريق آخر يعني يطالب بالعلمنة، يطالب بإزالة الحجاب، يطالب بإزالة مظاهر الدين من المجتمع؟ ربما هذه الزاوية هي من العمق التي تحدث عنها ضيفنا في تونس. لا، المجتمع الإيراني يعرف أن السلطة في إيران هي ليست سلطة دينية وحتى ليست سلطة مذهبية، لأنها هي تحارب نص المذهب أو نفس المذهب التي تدعي به. ولا تنسى بأنه حتى في إيران، وربما هي الدولة الوحيدة في العالم التي لديها محكمة أمنية قضائية خاصة برئاسة المرشد في إيران لرجال الدين، وهناك شريحة جدا كبيرة من رجال الدين هم في السجون فقط مجرد أنهم ينتقدون النظام أو نظرية ولاية الفقيه. لذلك هذا الانقسام، يعني الحجاب في إيران هو ليس ديني بقدر ما أنه ممارسة ثقافية وطقوس ثقافية، ولا تنسى بأن هناك نسبة ما يقارب أكثر من 25 مليون نسمة من أبناء السنة في إيران كلهم متمسكون، حتى العرب الشيعة مثلا جزء جدا كبير والغالبية نسائهم متمسكات بالحجاب، ناهيك عن الفورس وغيرهم من الآذريين والأتراك. ولكن ما أنا أرى بأنه في طرح قضية النساء هناك مسعى للبحث عن قاعدة مشتركة وعامة تتجاوز المطالبات القومية والمحلية وتعمم من قبل المعارضة والتركيز عليها بحيث تتجاوز المطالبات القومية والمطالبات وتشكل قاعدة عريضة وتدفع بالمرأة إلى الأمام. تلك النسوة التي لاحظناها وشاهدنا ربما يشكلت جزء من المجتمع، ناهيك عن أنه نفس بهسة التي قتلت هي لم تكن ناشطة، والناس لن تعترض على أصل الحجاب بقدر ما اعترضت على كيفية تعامل الشرطة مع هذه المرأة وعدم وجود معايير واضحة وبينة تعرف ما هو الحجاب المقبول والغير مقبول في المجتمع. ولذلك أعود وأقول بأنه أولاً
نستطيع أن نقول بأن النسبة الغالبة في الشارع الإيراني هي بعد 4 عقود تسعى جاهدة لتغيير النظام، ولكنما أي شرارة وأي ثغرة تجد مهما كانت هذه الشرارة سواء كانت دينية أو اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية تستغل من أجل تغيير النظام. حتى عملية الإصلاحات في إيران هي كانت مشروع لتغيير النظام انتاجه الشارع والنخب السياسية والمثقفة من أجل التسلل إلى النظام وإصلاح ذاته من الداخل. نعم. ولذلك هناك إرادة حقيقية، فالموضوع موضوع سياسي وإن كانت هناك يافطات مختلفة يستغلها من أجل الضغط وتغيير النظام في داخله. أنا فقط أريد أن نركز على نقطة ذكرها ضيفكم الكريم حول قضية أنه المعارضة تبحث عن تسليح أو كذا. لا، كل يعني الخبراء والنخب الثقافية في داخل إيران يرون بأن هذا خطأ جسيم، لأنه لا يوجد هناك توازن للقوى بين الشارع وبين الآلة الماكنة العسكرية التي يمتلكها إيران. واتفاقا أحمد نجاد في تصريحه العام الماضي قال أنه من ضمن الأساليب التي يستخدمها الحرس الثوري هو أنه يندس بين المتظاهرين ويقوم بأعمال عنف، وبالنتيجة بهذه الطريقة يحرق المسار السلمي للمظاهرات ويعطي ذريعة من أجل قمع. ولكن وهنا أعود الاستوديو أستاذ نور، عندما تخرج تظاهرات في وسط إيران، وأنت تعرف وسط إيران هو مركز الثقل الفارسي، تخرج تظاهرات لشعوب فارسية من أجل فتاة كردية قتلت في أطراف البلاد، هل يمكن الحديث عن موضوع عزلة النظام حتى من حاضنته القومية الفارسية في هذا السياق، أم أن قراءة أخرى هناك ينبغي أن تقال؟ النظام طبعا يشعر بالعزلة في داخل إيران ككل كوجه كل، لكن هاي مرة الميزة أن هذه الفتاة أولا كردية ثم سنية ومن منطقة يعني مناطق الحدود، لكنها ليست متدينة يعني مهما كانت. نعم. فهي أصلا إيران تحاول إفساد الأقليات أخلاقيا، وهي أصلا ما كانت تلبسه أحسن من الفتيات في أو في من معظم الفتيات في طهران وفي إصفهان وفي المدن لكن الفارسية. لماذا خرج الفرس الشيعة ضد الحكومة التي قتلت سنية كردية؟ الفرس ما خرجوا ضد الدفاع عن مهسا أميني، لكن هي تراكم الأزمات في داخل إيران. نعم. القضايا الاقتصادية وقضايا وهذا كذلك، يعني هناك أنا ما زلت أشعر أن هناك ضوء أخضر من الحرس الثوري للمتظاهرين في بداية أمرها، لأن يعني الخلافة للمرجعية ومن يخلف خامنئي ومجيء مجتبى بدلا عن خامنئي أولا لم يكن مرجعا، في ليلة وضحاها بكاريزما شخصية رفسنجاني صار مرجع وآية الله ومسك الحكم، لكن خامنئي كان له تواجد في كان رئيس الجمهورية في فترة من الزمن، كان له تواجد في الوسط الشارع الإيراني، كان معروفا لما تم اختياره. مجتبى لا أحد يعرفه، ومجتبى شخص مرموز ومن رؤوس الحرس الثوري، فمجيء مجتبى يحدث شرخ بين الجمع بين القيادة المذهبية والقيادة السياسية في داخل إيران. نعم. وهذا بمعنى أن انعزال المرجعية، أن خلاف كبير في المرجعية ثم ثورات في العراق وفي إحدى إعادة الآن تصور ما عندك 28 مرجع شيعي كلهم إما إيرانيين بحت أو ذيول إيرانيين، فوجود انفصال في الرأس الإيراني بين القيادة السياسية والقيادة المذهبية سيحدث خروج مراجع جديدة وخاصة مراجع عربية. نعم. وإذا خرجت المراجع العربية وخاصة في العراق الناقم، الشيعة العراق ناقمين جدا على إيران اللي سحبت بساط المرجعية من تحت أقدام نجف إلى قم، معظم تواجد وكتلة الشيعية العلمية من حيث المراقد الكربلاء والنجف هذا كله في العراق، وإيران لا تملك كل من هذا شيئا. فعودة المرجعية إلى العراق معناه عزلة إيران تماما عن قيادة الشيعة في العالم، وهذا طبعا سيترك لك ملفات كبيرة في المنطقة
من غير حل. وهذا كله مرتبط بمستقبل هذا النظام في ضوء هذه التظاهرات، وهو ما نبحثه بعد الحلقة، تأثير هذه التظاهرات على نظام طهران المنهمك في مواجهة أزمات على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي. نستكمل حديثنا بعد فاصل أخير. أهلا بكم في هذا الجزء الأخير من هذه الحلقة مشاهدينا الكرام. في لندن أستاذ جعفر، بغض النظر عن اتفاقك في قضية عمق هذه التظاهرات وتجذرها في لاوعي المجتمع الإيراني من عدمه، هل يمكن لهذه التظاهرات التي امتدت على الرقعة الجغرافية الإيرانية كلها أن تبذر بذور تغيير ما بدرجة ما في إيران؟ التغيير قائم في إيران، التغيير الثقافي والاجتماعي منذ أمد، يعني لا أقول أمد طويل، يعني منذ ربما 3 عقود هناك تغيير وهناك تغاير وتناقض بين السلطة وبين المجتمع. المجتمع الإيراني مجتمع حي متحرك ذات ديناميكية كبيرة، رغم أنه في إيران حتى يعني منصات التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك كذا هي محجوبة، ولكنما الإحصاءات تشير إلى أنه أكثر من 150 مليون جهاز إلكتروني كجهاز النقال أو السمارت متواجد ومتوفر لدى 85 مليون نسمة في إيران، فالشعب يتحرك، وبالنتيجة هناك فارق جدا كبير وشرخ بين السلطة وبين المجتمع. هذه التحركات بدأت منذ زمن طويل في داخل إيران، وأنا أقول بأنه الثورة في إيران على مستوى المقتضي هي قائمة، ولكنما على مستوى المانع هناك عنصران أساسيان يمنعان السلطة واحدة في إيران، القمع والدم والعنف وآلة القمع، وأيضا الإرادة الدولية والإرادة والرغبة الغربية على حد التعبير، هي حتى هذه اللحظة لا تريد تغيير النظام في إيران لمصالح ومنافع استراتيجية مرتبطة في وضعها في الشرق الأوسط. حتى هذا الضوء الأخضر الذي تكسوه الآن إلى المعارضة في الداخل الإيراني لا يرقى إلى مستوى التغيير النظام، وإنما يرقى إلى مستوى الضغط على النظام من أجل انتزاع مكاسب منه. ولكنما في الجانب الآخر والضفة الأخرى، نفس النظام ممارساته واستعصائه في خطابه السياسي وتنكره وتجاهله إلى المجتمع والتطورات الاجتماعية وفشله في مختلف الصعود، نفس هذا يكون الماكينة المحركة والعجلة الأساسية التي تدفع في كل شرائح المجتمع للإصرار على تغيير النظام. يبقى هذا الوضع مستمر ولكنما بوتيرة ربما متصاعدة، وأتصور بأن النقطة الحاسمة في هذا الأمر هو وفاة المرشد في إيران. ربما نستطيع أن نقول بأنه بداية جدا كبيرة لتصدع لشرق لتشظي في نفس المجموعة المحيطة بالقيادة في داخل إيران في نظامها السياسي وفي كل المجتمعات الإيرانية، وربما نتوقع تغييرا جوهريا قد يغير النظام في داخل إيران وقد يتجاوز ذلك إلى تفكيك الدولة في داخلها. وحتى ذلك الحين أسأل الأستاذ نور، هل يمكن أن يكون التغيير في مرحلة أولى تغييرا مجتمعيا، بمعنى أن النساء الذين استغللنا هذه الحركة في الشارع الإيراني وقمنا بتظاهرات، هل يمكن القول إن ما قامت به اليوم السلطات الإيرانية بإنشاء تدشين محطة إطفاء خاصة بالنساء للمرة الأولى في تاريخ البلاد، هل يمكن أن يفسر على أنه انحناء للنظام باتجاه تحقيق مكاسب للنساء، وهو بشكل عام يعني تغييرا ما في تفكير النظام؟ صحيح، لكن المرأة في إيران ليست لها مشكلة، المرأة متواجدة في كل مناحي الحياة عملا وحركة، فليس هناك شيء يطالب المرأة من جديد. لكن وجود الشعار نزع الحجاب ومحاربة الحجاب وكذا، هذه أنا أعتبرها نقطة ضعف لهذه الاحتجاجات.
لأنها لماذا نفقد ضعف؟ ألا يمكن أن تكون هذه ثقافة المجتمع الإيراني بعد بين قوسين كما يقول مراقبون ومحللون مختصون بالشيء الإيراني بعد كفر الإيرانيين بهذا النهج الديني؟ الكفر الإيراني صحيح بهذا النهج وكذا، لكن الحجاب بالنسبة للإيرانيين ثقافة متجذرة. لا تنسى أن الإيرانيين أسقطوا نظام الشاه وأبوه قبل ذلك، حاربوه من أجل الحجاب. لا تنسى أن معظم الشعوب الموجودة الآن في الخليج العربي هم من القبائل العربية والإيرانية المهاجرة إلى هذه بسبب الحجاب. فحجاب الآن أو محاربة الحجاب أو الدعوة إلى الإلحاد نوعا ما، هذه في شريحة من الأجيال الجديدة، وبالتالي هي لا تستطيع أن تلم في ثورتها جميع الشعب، وتغيير بحاجة إلى ثورة شعبية عارمة. وهذه أنا أعتبرها نقطة ضعف. الاحتجاجات القادمة سيدركون هذا، الشعب الإيراني سيدرك هذا وسيتخطى الدخول في قضية المقدسة. لكن بدلا من أن يخضع النظام لتنازلات سياسية، هل يمكن أن يعطي النظام الشعب على قاعدة بين قوسين رشوة تغييرات اجتماعية يغير في بنية الحياة الاجتماعية ويقدم تنازلات على الصعيد المجتمعي بدلا من السياسي؟ هي يرجع إلى بعد الخامنئي القضية الآن كيف، لأنه في داخل إيران ما زال هناك خامنئي ربما يعيش 20 عاماً آخر. الخامنئي الآن في 83 سنة، وكل فترة وفترة تخرج إشاعات لأنه مات، وهي مرة إشاعة، هذه المرة كانت الإشاعة بشكل أقوى واختفى الرجل إلى فترة طويلة. الأمراض التي يعني تراكمت عليه، فهذه كلها توحي بأن أصلاً اللي حواليه ينتظرون موته وينتظرون إيش. لكن إيران بعد خامنئي لن يكون إيران اليوم. طيب أستاذ عباس، في تونس كيف سينعكس حراك الشارع الإيراني على بنية نظام يخوض أو يواجه أزمات في كل من كل حدب وصوب، على المستوى الداخلي، على المستوى الإقليمي، على المستوى الدولي، وتقلص شعبيته وعزلته الدولية، خصوصا في المفاوضات الشاقة النووية مع المجموعة الدولية؟ هل يمكن أن نرى انعكاسا على بنية النظام الذي يخوض أزمات يتعرض لأزمات عدة؟ واقع النظام الإيراني لا يشعر حتى خطر أجنبي حقيقي، لا من قبل دول الاتحاد الأوروبي ولا من قبل الولايات المتحدة ولا من المجتمع المدني. فلو كان يشعر بالخطر الحقيقي من قبل المجتمع الدولي عذرا بشكل عام لما تجرأ على قتل ولو متظاهرا واحدا. فللأسف الشديد المجتمع الدولي أو هذه القوى الدولية وحتى القوى الاستعمارية الغربية الأوروبية التي صنعت أو أوجدت الكيان الإيراني بشكل هذا، يعني عوضا عن أن تقدم الضمانات للشعب أو الشعوب الثائرة المنتفضة، فإنها بصمتها المخجل المخزي فإنها تقدم الضمانات لهذا النظام ولهذا الكيان وتجلس معه على طاولات التفاوض النووي وغير ذلك، وبذلك هي تمنحها الشرعية. فمن ناحية مثلا الولايات المتحدة تفرض العقوبات على الكيان الإرهاب الإيراني أو النظام الإرهاب الإيراني بذريعة إنها دولة راعية للإرهاب، ومن ناحية أخرى تجلس مع هذه الدولة الإرهابية. فهذا الدعم مبطن بشكل أو بآخر، ولكن من ناحية أخرى فهناك لابد من الأصوات التي سترتفع بوجه هذا الكيان، سواء كانت يعني من قبل الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة أو الأصوات الحقوقية والاتحاد الأوروبي وغيرها. نعم. وهذه تشكل شيء من المضايقة على النظام. وإلا مثلا الولايات المتحدة تكتفي دائما بأننا سنمنح الانترنت المجاني للشعب، يعني هذا ما تقوله ولكنها لن تفعل، وبذلك تكون الولايات المتحدة حقيقة أنها تشارك هذا النظام الإرهابي في حرب الشعارات. فالأول يطلق على سبيل المثال شعار الموت لأمريكا والموت لإسرائيل نهارا، أما ليلا فهو يجلس معهم ويتفاوض معهما، يعني كلا الاثنان مع الشياطين كما يسميهم. وهكذا هي الحال بالنسبة للولايات المتحدة بالمقابل، يعني هكذا تطلق الشعارات من ناحية ومن ناحية لكن أخرى. هذا الأمر الضرورات السياسية تبيحه دكتور. صحيح، نعرف ذلك. حتى الفيتناميين عندما كانوا يخوضون ثورتهم ضد الوجود الأمريكي من ناحية الثورة المسلحة أو الحرب المسلحة، فكانوا يجلسون على طاولات التفاوض. نعم. في جنيف، ولكن يعني كانت على الأقل الحرب الفيتنامية من ناحية صادقة بأنها حرب، وحتى أمريكا كانت تحارب بصدق فيتنام. طيب. كانت على حق وعلى باطل،
ولكن الآن نلاحظ أنها مجرد شعارات كاذبة، يعني شعارات لا ترتقي إلى مستوى الفعل وغير ذلك، وهذا ما يبعث بالطمأنينة نوعا ما إلى هذا النظام الذي يبدو وكأنه مستفيد، خاصة إذا ما انتصر في كل مرة على كل مرة احتجاجات، فهو على الأقل يشعر يعني لديه الشعور بالله هزيمة وبالانتصار الدائم وكسب الجميع. على سيرة الطمأنينة التي يمنحها هذا الواقع للنظام، أبني على قضية الطمأنينة لأذهب إلى لندن، أسأل الأستاذ جعفر، يقول علم الاجتماع السياسي أن القلاقل والاضطرابات والاحتجاجات المتواصلة مظاهر اعتلال للنظام السياسي في الدول، هل هذا ينطبق على الحالة الإيرانية اليوم أم أن هذه الاضطرابات هي فورة عابرة بسبب الضغط الشديد الذي يتعرض له النظام دوليا، النظام الإيراني؟ هو النظام الإيراني أيضا تعود على هكذا ويريد أن يخلق مناعة ويستبق حتى الأحداث لذاته ولنفسه من خلال يعني هذه المظاهرات. كلما حصلت أزمة حقيقة الأمر نجد أن النظام خرج أمنيا وعسكريا أقوى، وهذه استراتيجية النظام. طبعا هذا خطأ استراتيجي، هو المفروض عليه أن يتعاطى ويتعامل مع رغبات الشعب، لكنما النظام في إيران هو لا يؤمن في قضية المشروعية والمقبولية في الشارع، وإنما يرى بحسب خبرتك للنظام السياسي في إيران، وأنت أيضا عملت في طهران سنوات طويلة، بحسب خبرتك في بنية هذا النظام ومعرفتك بالمجتمع والواقع الإيراني، هل ما يحصل في إيران من تظاهرات منذ أكثر من عقد من الزمان دليلا على اعتلال هذا النظام، أم أنك لا من القائلين بأنه يزداد قوة كما قلت قبل قليل؟ لا، النظام انا باعتقادي انه هو برندث، هو ميت يعني منتهي على صعيده السياسي، متجاوزين هذه المرحله. مظاهر هذا الموت في جميع الشؤون، يعني اقتصاديا وسياسيا، انت امام مجتمع ربما يشكل يعني يعيش على اغنى بقعه في الشرق الاوسط، لكن النظام سير تظاهرات حاشده في عدد من المدن الايرانيه الكبيره مؤيدة له. هذا لا يجب أن يغرينا، يعني يجب علينا أن نفهم أن حجم هؤلاء مجموعة من المصلين في يوم الجمعة ساقهم، ونعرف أن هناك أكثر من أعتقد 70,000 مسجد، في كل مسجد هناك مقر يسمى ميليشيات البسيج، وأنه منافذ الوصول إلى أي لقمة الخبز والحياة والعيش والحركة في داخل إيران يجب أن تتم من هذا الإطار، ولكنما حتى هؤلاء هم يمارسون النفاق على النظام. أشكرك. ولن يقبلوا النظام بشكل، لا يؤمنون فيه إيمانا حقيقيا، وإنما يريدون أن يعيشون ويعتاشون على هذا الوضع. طيب. إذا ما حصل أي نوع من الشرخ أو التصدع في النظام نجد أن هؤلاء هم السباقون أيضا. وضحت الفكرة الانهيار على هذا النظام. نعم. ولكن أريد أن أقول بأنه الحركة في إيران هي يعني الدافع الأساسي، أن هناك ثورة اجتماعية فكرية ثقافية، للأسف أقولها بكل مرارة، ليست فقط ضد النظام الإسلامي في إيران، وإنما حتى ضد الإسلام برمته وضد كل شيء فيه، وهذا يعني فيه إسلام. نعم. وفيه هذا كلام هذا كلام مهم وعميق، يحتاج ربما إلى أن نفرد حلقة له مستقبلا، لكن أدركنا الوقت، بدقيقة من فضلك أستاذ نور، إلى أين تسير إيران اليوم؟ إيران اليوم أو الحكومة في إيران في غرفة الإنعاش، ولولا الأجهزة الأكسجين المركبة من قبل الروس والأوروبيين والأمريكان لمات من زمان. أشكرك بدقيقة وقد وفيت بهذه الدقيقة، أشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، ختاما أشكر ضيوفي الفضلاء في الاستوديو، نور محمد جمعة الخبير بالشأن الإيراني، وعبر سكايب من لندن جعفر الهاشمي الباحث في شؤون الشرق الأوسط، وسكايب أيضا من تونس العاصمة عباس الكعبي الكاتب الصحفي محافظ الألقاب لضيوفنا الكرام جميعا. شكرا لكم على حسن المتابعة، في حراسة الله.